أهلا بكم على جناح الشوق والمحبة والمودة، نلتقي من جديد وبيت القصيدة أعزائنا المشاهدين في كل مكان. أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة وضيفنا هنا في الاستوديو الشاعر الأستاذ باهر سليمان. أهلا بك أستاذ باهر، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى. أستاذ باهر، قبل الشعر وقبل الغوص بعيدا في ذكريات سوريا التي أنت منها والشعر الذي ننتمي كلنا إليه، قبل كل هذا توطئة قصيرة لنتعرف من خلالها على باهر سليمان بشكل أكبر، تفضل. باهر سليمان من مدينة جيرود، هي إحدى نقاط خط التماس بين الجبل، سلسلة جبال لبنان الشرقية، وبين بادية الشام. فيعني نحن أخذنا طباع الجبل وأخذنا طباع السهل، والحمد لله كان لنا حظ وافر من هذه الطباعة. أخذتم طباع المنطقتين. نعم، كمن يربح إنسانا آخر إلى جانبه وعلاقات جديدة وكذلك عادات مختلفة يكتسبها، فهو بذلك يظفر بالحسنيين. نعم نعم، يجمع المجد من طرفيه. يجمع المجد من طرفيه. هذه هي الأمجاد، لابد أنها دائما تطرق خزان الذاكرة يا باهر. نعم، خزان الذاكرة عندنا في جيرود. نعم، كل الشباب، كل الناس، نحن كما يقول الشاعر حسين حمزة في مقدمة مسلسل صور عن بلدي، يقول أولاد الأرض السمرة. نعم، الضحكتهم هدارة، التطليعتهم حرة، الجبهات منارة. يا سلام، هذه هي بلدي. يا سلام. ربما تحدثنا الآن عن فكرة يعني تفرض نفسها، هناك فرق بين من يهاجر طوعا ومن يهجر مكرها يا باهر. نعم، الذين لا يعيشون في أوطانهم يمكن تقسيمهم اصطلاحيا أربعة أقسام. الأول هو المنفي المطرود المهجر إجباريا. القسم الثاني هو الذي خرج من وطنه طوعيا لأسباب ممكن تكون تحصيل معرفي، تحصيل مادي. القسم الثالث هو الذي هاجر طوعيا من بلده ثم طرأت الظروف فلم يعد يستطيع العودة فأصبح بحكم المنفي أو المهجر إجباريا. القسم الرابع والأخير برأيي هو الذين ولدوا في المنافي أو هاجروا مع أهلهم وهم صغار، لم يعيشوا في الوطن، لم يتنفسوا هواءه ولم يشربوا ماءه. في هذه الأصناف الأربعة كل يقدم إنتاجه، إن كان أدبيا أو ثقافيا أو فن أو رسم، في كل المجالات. صحيح. يظهر أثر شخصيتهم في هذه النتاجات، ويمكن دراسة هذا بشكل جيد. إلى أولى القصائد وكلنا شوق. نعم. ماذا ستسمعنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبنا الأول والأخير دمشق، قصيدة أسميتها فائية الشام. جميل. وهي يعني إلى دمشق أختار منها هذه الأبيات. نقشا على حجر التاريخ قد وقفوا، ومن عبير المحبين الهوى قطفوا، هم الذين قضوا في الحب نحبهم وعلقونا على الأشعار وانصرفوا، هم الذين علامات نرتلها عقارب الوقت فيها الحب والشرف، هم الذين رضوا بالشام وحدتهم تعانق الأكرمان الأرض والهدف. يا سلام. يا شام، يا شام، يا قامة التاريخ واقفة، كل الحضارات منك النور تغترف. تبارك الله، إن الله يجمعنا أنا وأنت على الإيمان نأتلف، كل الطوائف
أرض الشام كعبتها وقاسيون ملاكا حارسا يقف يا سلام يصبي الصبا في الصبايا كل صبيتها وصب صاب الصبا في صبها الشغف نحن الذين بأنثانا نهيم هوى نعلم الليل ليلا كيف ينتصف نحن الذين على أقدامنا سقطت هام الطغاة وسحر الكفر ينكشف نحن الذين فداء الأرض من دمنا لا عيش إن لم يكن بالمجد يلتحف لا عيش إن لم يكن لا عيش إن لم يكن بالمجد يلتحف جميل جدا جميل جدا لم نعش الرغد ولم يكن لنا القرار فهجرنا يا باهر هكذا يقول السوري وهكذا يقول كل من أجبر على أن يهجر من وطنه نعم لا دولة في العالم تعطي كامل الحرية لكامل الشعب بعض الحريات لكامل الشعب كل الحريات لأشخاص معينين وضمن هذا الإطار كل إنسان إن كان فردا أو ضمن جماعة يختلف بآرائه عن الآخرين وهذا الاختلاف في الآراء قد يؤدي إلى نزاعات والنزاعات تتحول إلى حروب والحروب تتطور إلى دماء والشواهد كثيرة على ذلك فعلا. يعني حروب أهلية طائفية عرقية لا فرق أنا بالنسبة لي فضلت الابتعاد عن كل هذه النزاعات لأني لا أحب الحرب ولا أحب الدخول في مثل هذا لكنها ثورة المظلومين على الظلمة والظالمين ثورة المظلومين نعم يمكن أن يكون هناك مظلومون وبالطبع يوجد هناك مظلومون ولكن النظرة تختلف من إنسان إلى آخر قد أنظر إليك أنك مظلوم وقد ينظر غيري أنك لست مظلوم وبهذا يحصل تضارب الآراء لكن وقع الحال وما شهدته العين المجردة وما يشهد عليه ويشهد به ويقر بها القاصي والداني أن ما حصل في سوريا ما هو إلا ظلم تعرض له الشعب السوري وعلى كل من ينادون بحق الإنسان والإنسانية أن يقفوا ويصطفوا إلى جوار المظلوم لا إلى جانب الظالم أكيد أنت معنا فيها نعم نحن لم نقف إلى جوار الظالم لم نقف إلى جوار الظالم أبدا لأنكم المظلومون ولن نقف لأننا نحن المظلومون نحن الذين هجرنا من أوطاننا وتغربنا قول الحق يحتاج إلى شجاعة عظيمة يحتاج إلى تضافر الجهود يحتاج إلى أن نكون جميعا يدا واحدة وهو باهظ الثمن أيضا نعم إن ثمنه غال جدا أن يعيش الواحد في بلد ما فهذا لا يعني أن يتخلى عن الجذور يا باهر بالطبع يعني نحن لم نتخلى عن جذورنا ما زال الوطن يسكننا ما زلنا نحلم بالعودة ما زلنا نربي أنفسنا على أن نقف دائما في الخط الأول إلى العائدين إلى الوطن نحن لم نتخلى عن جذورنا ولن نتخلى أبدا خذنا إلى درب الوطن الذي تحب وقصيدة جديدة عنوانها قبل القصيدة القصيدة تفضل عنوانها الجمر الجمر هو أحد الرموز في ذاكرة العرب هو الجمر يكويني ويفصح عن سري فلا ماء يطفيه ولا ينطفي عمري ألا أيها ذا الجمر ما سجد الضحى ألا أيها ذا الجمر ما سجد الضحى وما غرد العصفور لحنا مع الفجر يراعي عصا موسى وقلبي
لسانه فيخطئ بين الجمر في الحب والتمر. وكم يشعل الجد القديم مواقدا غداة يظل الجمر يولد من جمر. يا الله. ونحن ورثنا عنك موقدك الذي يفوح بأطياب البطولة والفخر. وهذا أبي، هذا أبي، وهذا أبي قد توج الله رأسه بتاج من الشيب الجميل مع البشر. سيذكر كل الناس من هو والدي، وتذكره الأزمان بالفضل والخير. وكفاه غيم تمطر الغيث والندى، وعيناه غيم تمطر الدمع بالشكر. وإنك يا أمي، وإنك يا أمي حنان يلفني على يدك السمراء مبتسم ثغري. أيا جمر كن بردا لنا وسلامة، فإنا على أرض أحر من الجمر. الغائبان الحاضران أم الحاضران الغائبان، هذا هو العنوان الأبرز في هذه القصيدة. كلمنا عن الغائبين الذين تشتاق إليهم كثيرا. نشتاق إلى أهلنا جميعا في الوطن، والأحياء منهم والأموات، وخاصة الأحياء، إخوتي، رفاق الطفولة، صبية الحارة، كلهم. لكن إلى الأب الذي غزا رأسه الشيء بشكل أكبر من غيره، الأب رحمه الله والأم أيضا. ويكون الشوق كما ذكرت أيضا لمن رحل ربما بالقدر الذي يكون فيه الشوق حاضرا ومتوفرا لمن لا يزال يعني يأتيه رزقه صباحا ومساء، أيضا يحضر الشوق لمن غاب وارتحل. كلما طالت الغربة ازداد الشوق. علمونا صغارا أن التشبث بالأرض، بالذكريات، بعاداتها، تقاليدها، بما تعلمناه هناك، هي مكونات الإنسان وهي سبب وجوده، وبدونها يتلاشى. وهذا واجب كبير ملقى على عواتقنا نحن أيضا حتى نورثه لأبنائنا. كلمنا قليلا عن هذا الجهد وهذه الأمانة الثقيلة. نعم، في المنفى يحس كل مغترب بحنينه إلى وطنه، لكن الأولاد لم يحسوا بهذا الإحساس. نعم. فواجب على كل أسرة، وهذا جهد مضاعف، وأنا أهيب بكل الأسر التي في المنافي، أن لا تعلم أبنائها التشبث بالأحجار، بالشوارع، بالبيوت، لا أبدا. نحن نريد لأبنائنا أن يتعلموا ويتربوا ويتلقفوا ثقافتنا، أن يكملوا ما بدأه آباؤهم وأجدادهم، ثقافة الوطن، تاريخه، جغرافيته، آدابه وفنه، عاداته وتقاليده، العادات والتقاليد التي نحن تربينا عليها، التي تعلمناها من آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا. أن نربطهم برجالات وطننا العظماء. نعم. أن نربطهم بما تعلمناه نحن، أن نعلمه لأبنائنا. وأهم ما يجب أن نعلمه لأبنائنا هو اللغة. نعم. لغتنا العربية التي نعتز بها. ربما يقودنا هذا إلى الحديث عن الضريبة القاسية يا باهر التي يدفعها المهجر، وواجبات صعبة يعني ليظل مرتبطا في أرضه وإن كان بعيدا عنها. نعم، المهجر يعيش دائما بين مطرقة الحنين إلى الوطن وسندان عيشه في الغربة، من يعني يبذل جهد في التأقلم مع المجتمع المضيف، إن كان عربيا أو غير عربي، مسلما أو غير مسلم. قد لا يستطيع التأقلم، قد يبذل جهد عظيم جدا لكي ينتج
لقمة عيشه لكي يجد عملا أو المعاملات الرسمية التي يطلبونها منه في البلد المضيف. الوصية في العرف العربي يعني الكثيرون يعلم أن الوصية تحضر فقط عندما يموت أحدهم، لكن هناك من يوصون أحياء كذلك قبل أن يوصوا غيرهم وهم على مشارف مفارقة الحياة مثلا. هذه الوصية حيا وميتا التي يقدمها الشاعر لأبنائه، نجد أن المهجرين يتعبون ويجتهدون كثيرا ليربطوا أبنائهم في الوطن الأم، وهذا واجب كل أسرة وكل رب أسرة أيضا. نعم، الوصية هي إرث ديني، نعم، فلنقول يجب على الجميع أن يوصوا، والوصية للأحياء نوصي نحن أبناءنا أن يتعلموا ويبصروا ما بين السطور، نعم، لكي يكتشفوا الحقائق، ونحن شهود أحياء على ما حصل في بلدنا، فنعطيهم، نحن لن نكذب على أبنائنا، سنعطيهم الحقيقة. هذه الحقيقة قد تكون مرة بالنسبة لنا يا الله، ولكن هم قد لا تشكل لهم شيئا، فنحن لأنهم لم يعيشوها. نعم، لأنهم لم يعيشوا المعاناة، نحن عشنا المعاناة ونقلناها لهم عبر حكايات وصور قد يرونها هي حكايات بطولية أو صور لا معنى لها، ولكن الشاهد الحي الذي رأى بعينه وحدث هو الأفضل بالنسبة للأولاد. أحسنت. الحكايات قد تفيد الأولاد وقد يتعلمون من أخطائنا وقد يستطيعون تحقيق ما لم نستطع نحن تحقيقه. أحسنت. عند الحديث عن الشاهد الحي وهو أن يخبر الآباء الأبناء بحقيقة ما جرى والأسباب التي قلبت حياتهم وجعلتهم يهجرون. نعم، مشاقة. نحن تعبنا حتى وصلنا إلى هنا، عانينا كثيرا وما زلنا على قيد الحياة وعلى قيد المعاناة أيضا، وعلى قيد المعاناة، المعاناة في الغربة. نحن سننقل إلى أبنائنا ما عشناه من، فلنقل قليل من رغد العيش في سوريا، ومن ثم الأحداث والأسباب الحقيقية التي أدت إلى خراب وطننا. هل تسميه خرابا؟ الوطن دمر بالنهاية، لكن الوطن أنت نفسك قبل قليل قلت الوطن ليس الحجر. لا نريد لأبنائنا أن يفهم بأن الوطن هو الحجر والشجر والهواء، بقدر ما عليه أن يفهم أن الوطن هو الذكريات، العادات، التقاليد، الثقافة، الكرامة التي أراد الظالمون أن يسلبوها من المظلومين، وخرج آباؤكم أعزاء مرفوعي الرؤوس على أن يسلموا للظالم وأن يهادنوا وأن يعيشوا أذلاء. الكرامة فوق الحجر وفوق الشجر وفوق البشر أحيانا، أليس كذلك؟ نعم، الكرامة لم تدمر، الثقافة لم تخرب، ما زالت صافية وأصيلة، ولكن الذي دمر هو البيوت، الشجر، الحجر. هذا يسهل إعادته ويسهل بناؤه في حال بقيت الروح على ما هي عليه من النقاء والصفاء، في حال بقى أو بقي هذا الوفاء لهذا التراب ولهذه الأرض، فإن البناء يكون مسألة سهلة وتحصيل حاصل. بالضبط، تماما، نحن هذا ما نريد أن نوصله بالضبط إلى أبنائنا، أن اعتزوا بتاريخكم، اعتزوا بأبنائكم، وباقي ما بقى هو تحصيل حاصل بالنهاية. إلى قصيدة جديدة له. بسم الله. قصيدة رفيقة الدرب وشريكة العمر، أهديها. تعود أن يكون له سبات، فلم تعرف في يوم جهاد، ولا الآهات تدمي فيه قلبا، كأن القلب من حطب
شتات من جديد، وحاول أن ترفع صوتك قليلا. تعود أن يكون له سبات، فلم تعرفه في يوم جهات، ولا الآهات تدمي فيه قلبا، كأن القلب من حطب شتات. ولما أن رآك ملاك حب صحى واخضل في فمه النبات، وصرت له هوى ورؤى ودفئا وإبداعا سرت فيه الحياة، فيملأ من قصائده بحورا ويلقي للذين أتوا وماتوا، فيرويهم زلال الكأس منه ويكفي من موائده الفتات. يداه تحرك الأقلام رقصا، يداه تحرك الأقلام رقصا، فتسمعها العيون الرائعات. تراقصت الأغاني فهي سفر يرتل، والحروف مموسقات لأم الورد، لأم الورد كل الورد يهدى، وهذه القافيات الصالحات. عيونك يا حبيبة مثل قلبي، حنان واتساع والتفات، بحنجرتيه آمال وجرح تدندنه مع الموتى، حدات له دمع العذاب، له اغتراب، له المنفى، له الدنيا عدات، له دمع العذاب، له اغتراب، له المنفى، له الدنيا عدات. المنفى وجع حقيقي باهر لا فضة فوق، وجع حقيقي له أثر في تجربة كل شاعر. حدثنا عن ذاتيتك الخاصة مع المنفى، تفضل. في المنفى يستغل أهل البلد المضيف حاجة المهجرين. حدثنا عن فكرة المنفى معك كشاعر وليس كلاجئ أو كمثلا مهجر من وطنه على أمل العودة له يوما ما. نعم، في المنفى كتبت بعض القصائد، تغير أسلوبي في الكتابة، تغيرت رؤيتي للحياة، وظهر ذلك في قصائدي. نعم. فمن كان يقرأ قصائدي قبل أن أخرج من سوريا، ومن قرأها بعد الخروج، يحس أن هناك أسلوب مختلف، هناك طريقة تفرض نفسها على الشاعر، أسلوب يتراوح، أفكار جديدة. نعم. أحلام، آمال، تراكيب، مفردات لم تكن سابقا، وهذا يحصل مع الكثيرين باعتقادك، أم أنها تجربة مغلقة على واقعك الشعري الخاص بها؟ لا، هذا يحصل مع جميع المبدعين في جميع المجالات. نعم. إن كان رسما أو فنا أو أدبا، متواصلون مع الأدب، وأكيد سنسمع منك قصيدة جديدة، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى هذا الفاصل، ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات هنا معنا في الأستوديو الشاعر السوري الأستاذ باهر سليمان. حيا الله أستاذ باهر مجددا. حياك الله أستاذ مصطفى. أستاذ باهر، والحديث عن المنفى حديث مؤلم ومتعب كثيرا للناس العادية، فما بالك بأثر هذا التعب على الشاعر، ربما يولد قصيدة جديدة؟ نعم، لأن الشعراء مرهفو الحس، يحسون هذا الإحساس أكثر من غيرهم ويعبرون عنه أيضا أكثر من غيرهم. المنفى مادة خصبة للإنتاج الأدبي والشعري والثقافة دائما، وربما كان يعني أكثر ما في هذا الألم من لذة أنه يعني يضعنا أمام منتج أدبي إبداعي يعكس الكثير من المشاعر التي مثلا اعتملت في وجدان صاحبها وأصبحت مترجمة على الورق لغيره، بحيث أصبحوا شهودا بعدما قرأوا هذا النص، أصبحوا شهودا على معاناة هذا الكاتب أو هذا الشاعر. عن فكرة أن القارئ الشاهد على ألم الشاعر، هل ترى فعلا أن القراء اليوم شهود أم أنهم يتناولون النصوص من قبيل الترفيه لا أكثر من ذلك ولا أقل؟ لا أبدا، لأن الشاعر الشعر هو أداة استثمار جيدة وممتازة حقا. المنفى، الشاعر عندما يتحدث بلسان أهله في المنفى فإنه يتحدث عن معاناتهم، يتحدث عن آلامهم، يتحدث بلسانهم. نعم. وأيضا عندما يتحدث بلسان أهله في الوطن يتحدث بلسانهم أيضا، يصبح ناطقا رسميا بلسان ومعاناة هؤلاء المغربين أو هؤلاء المنكوبين على امتداد الخريطة العربية الواحدة، وبالتالي ينال المصداقية عندهم ويكونون كذلك شهودا على ألمه. نعم، ويقولون عن شعره أنه صدق، وهذا التزاوج بين معاناة الوطن ومعاناة المنفى تولد عند الشاعر إنتاجا وإبداعا يخلد عبر التاريخ، وقد وصلنا من المهجرين الشعر الكثير والأدب الكثير. وهذا الشاعر يقدم فنا جديدا قد يكتب له الخلود، يكتب له الخلود لأن من سيقرأ له شاهد على ما كتب. نعم. شاهد حي ومباشر على ما كتب. إذن المنفى الذي يعيشه الشاعر هو يعني ممكن أن نسميه المادة الدسمة التي يتفتق منها الإبداع الجديد لكل شاعر، وربما كان هذا من الإضاءات الإيجابية التي يعيشها المثقف في منفاه، أنها تفرز الكثير من النصوص، ولنا في الرابطة القلمية و كذلك العصبة الأندلسية خير أمثلة حية كانت حاضرة في يوم ما، ولا يزال أثرها الطيب، أثرها الثقافي عامرا يملأ الوجدان والأرواح ثقافة وإيمانا بأن المنفى يجعلنا أكثر تشبثا بالوطن الذي لازلنا بعيدين عنه. نعم، الشاعر عندما يكتب بلسان الجميع يقدم فنا أدبا إنتاجا راقيا ومتميزا، وهذا ما يميز الشعراء الذين عاشوا المرحلتين، مرحلة الوجود في الوطن ومرحلة الوجود في المنفى. إلى قصيدة جديدة، تفضل. إن شاء الله، بسم الله. دمشق مهب الروح، سأكون للحب القديم وفي، حب قديم ثار فيك وفي. أنا أستطيع الموت دون محبتي لأصير نجما في العلا مرميا، لأراقب الموتى على أخشابهم، قلمي صليبي لم يكن خشبيا، ودمي سيهطل فوق أرضك محدثا طوبان حب، ودمي سيهطل فوق أرضك محدثا طوفان حب، فاركبي كتفي إن شاء ربي، ليس يعصمك المدى ف
فإلي يا حبي القديم إلي إلي الحسن في عينيك أسأله متى سأراك يا عيني في عيني سأعلم الطير الغناء ولحنه وستسمعين الحب من شفتي شابت ببعض الحب بعض ذوائبي ليعيدني عسل الشفاه صبيا يا ليت تستندين حضني دافئ سأطير لو تغفين بين يدي نامي على صدر الحنون غزالة راحت تداعب كفها خدي يا حلوتي أحرقت فيك سفينتي لم يبق غير شراعها مطوية وكسرت غمد اليأس إني واثق بالله يجمعنا رضاه سويا سأحارب الدنيا سأحارب الدنيا عدا قلبي ولو أني بلغت من السنين عتيا أدعوك ربي أن تلامس روحها روحي عسى ألا أكون شقيا فمكان قلبي الآن في تركيا ومهب روحي الدهر في سوريا حفظ الله سوريا وأهل سوريا وأرجو لهذا الألم أن يندمل يوما ومن المؤكد أن كثيرين يشاركونني هذه الأمنية المنفية يعيش حقيقة أنه مغرب عن بلده ويشعر في غربته أنه مغرب وليس صاحب بلد شعور قاس ومؤلم حقا لاسيما إذا عاشه شاعر أو نعم. إن عاشه نعم هذا الشعور يعيشه كل المغتربين فلا هم يستطيعون التأقلم مع البلد المضيف ولا هم يستطيعون العودة إلى أوطانهم ودائما هم يحسون في داخلهم أنهم في سجن حقيقي مهما بلغوا من الحريات خارج البيت يعيشون دائما أنهم في سجن وهكذا يحس الشاعر أيضا يحس أنه في السجن وقد يكون للشاعر إحساس أعلى من غيره لأنه مرهف الحس يقول قائل إن الملح في بلدي جنة وإن الجنة في الغربة محنة تلك حقيقة يلمسها الشاعر الذي يتغرب عن وطنه أليس كذلك؟ نعم هناك في بلدنا مثل شعبي يقول زيوين بلدك ولا أمح الغريب يا الله أي يعني هذا المثل أن كل ما تراه في المنفى كل ما تراه في بلاد الاغتراب لا يجب أن يحل محل وطنك لا يجب أن يزيد حبه عن حبك لوطنك حب الوطن هو يجب أن يكون في الدرجة الأولى والشاعر عندما يحب وطنه يحب وطنه بكل جوارحه يحب وطنه بعقله بروحه بقلبه بقلمه حتى يقول أحدهم كما أن الأم تعد اللقمة بالملح والزيت لابنها أو لصغيرها فعلى الأب كذلك أن يعد لقمة الذكريات الطيبات الغاليات لأبنائه ويذكرهم بأن هناك أرض تنتظرهم ووطن لم ينسهم حتى ينسوه وبالتالي هذه الأمانة يجب أن تورث ربما إن لم يستطع الأب أن يعود وهذا حال مثلا الكثير من الشعب الفلسطيني أنت تعلم القضية الفلسطينية تقريبا شرفت على 75 سنة وبعد لما يزل الفلسطينيون ثابتين ويحاولون بكل ما أوتي لهم من وسائل بكل من يناصرهم بكل من يؤازرهم بكل من يؤمن بقضيتهم ويتبناها إلى جانبهم وربما أكثر منهم لا يزالون محاولين أو يحاولون أن ينتصروا لهذا الحق ويستعيدوه هذه المهمة شاقة وهي وصية كذلك من الأب إلى أبنائه فكيف إن كانت من شاعر إلى أبنائه ماذا ستقول؟
أنا أعرف بعض العائلات الفلسطينية في سوريا لا تزال تحتفظ بمفاتيح بيوتها في فلسطين. نعم. نحن عندما خرجنا من سوريا لم نأخذ معنا مفاتيح، لم يكن لدينا الوقت لنأخذ مفاتيح، لم يكن لدينا الوقت لنأخذ أي شيء، أخذنا أجسامنا فقط، أخذنا أرواحنا. هذه الأرواح، هذه الثقافة، هذه الإنتاجات التي أنتجناها في الوطن أو في المهجر أو في المنفى هي التي سنورثها إلى أبنائنا. سنقول لهم يا سلام أننا تعبنا، سنقول لهم أننا عانينا جدا، سنقول لهم أن خذوا ثقافتنا، خذوا لغتنا، خذوا تاريخنا، ولكن عودوا به إلى الوطن. هذه الذكريات ربما يعني تحرك لواعج الحنين في نفس الشاعر، وربما تستفز دمعته. نعم. أراك تأثرت. تأثرت لأنني أحب لأولادي أن يعيشوا في أوطانهم، وهذا حتما سيكون طالما أنك مؤمن بهذا، وأن القضية حية في وجدان ونفوس أبناء هذا الجيل وكل من لا يزال مؤمنا بفكرة أن سوريا للسوريين، ولا ينبغي أن يقف على شأنها ظالم، وينبغي أن تعيش الحرية بكامل كرامتها، شأنها شأن أي وطن حر يحفظ كرامة أهله ويأبى أن يستأثر طغمة قليلة فاسدة على حق الملايين من أبناء الوطن الذين تجبرهم ظروفهم على أن يصبحوا للأسف مشردين. لكن ربما هنا يعني تحضرني مقولة لأحدهم، ليس يعني ما حدث لأهل الشام بالتشرد، وإن كان ظاهره تشرد، إنما أراد الله للياسمين أن ينتشر في أرجاء المعمورة، كل المعمورة. ومن هذا الياسمين ياسمين القصائد. يا باهر، أعطنا قصيدة جديدة وهون عليك وامسح دمعتك. نعم. تفضل. قصيدة بعنوان المنفي. من شرفة الغربة الكبرى أحن له، كم هدني الدمع والأشواق والوله. أعياك يا قلب حب كم حلمت به، رباه عندك شيء ما ودلله. أنت الذي كنت أقوى من جرائمهم، وحكمك الحق لا شيء ليعدله. فما لك اليوم لا نبض ولا وطن ولا ابتسام لحسن كنت أجمله. من ذا الذي قد رماك اليوم صائبة، وكنت ترميه لم تخطئه مقتله. عدا عليك زمان لا صديق به، وإنه لزمان لا صديق له. أذابك الشوق دمعا والحنين لها، شموخ عزك قلب الريم ذل له. من فاك نبع حياة أنت رائدها، لا ينثني أبدا عما تأمله. لا قاربا في دجى المنفى لتحرقه، انظر أمامك لا شيء لتفعله. حارب حارب حياتك حرا حين معركة، إن السلام مع الدنيا هو البله. حارب حارب حياتك حرا حين معركة، إن السلام مع الدنيا هو البله.
يا الله جميل يا باهر، كيف يمكن لنا أن نستثمر فكرة المنفى في الشعر بحيث لا ننفصل عن أوطاننا؟ كلمنا في هذا المضمون، استثمار فكرة المنفى في القصيدة التي تؤرخ لفكرة الوطن أكثر من فكرة أن نستسلم لمنفانا أو منافينا. نعم، الاستثمار في الشعر كثير جدا. الشاعر يستثمر كل ما يمر أمامه، كل ما يمر على ذاكرته، وهذه معاناة المنفى، معاناة الخروج، عملية الخروج من الوطن إلى المنفى بحد ذاتها هي استثمار بالنسبة للشاعر. والمنفى هذا استثمار جديد. الأحداث التي عشناها استثمرها كثير من الشعراء، نعم، وأبدعوا في ذلك حقا. بالنسبة لي عملية الخروج من سوريا، أنا بالنسبة بالمناسبة كنت مهاجرا طوعيا بسبب الرزق، ومن ثم حصلت أحداث وفرضت قوانين، لم أعد أستطيع العودة إلى بلدي، فأصبحت بحكم المنفي، أي أنني هاجرت طواعية. بالضبط أنا استثمرت فكرة المنفى في قصائدي، تحدثت بلسان المعاناة، تحدثت بلسان الذين عاشوا هذا الظلم الذي وقع عليهم، ظلم نفيهم خارج وطنهم. المنفى في عند الشاعر، نحن نعرف في تاريخ الشعر العربي كثير من الشعراء الذين أخذوا مادة المنفى، نعم، ووضعوها في أشعارهم، صحيح، وأبدعوا، ولا زلنا إلى الآن ندرس أشعارهم التي كتبوها في المنفى، من أمثال الشعراء الذين هاجروا إلى الأمريكتين. صحيح، خذنا إلى قصيدة جديدة الآن. نعم أستاذي، بسم الله. قصيدة بعنوان صوتي. إليك أمد كفي والوصال. إليك أمد كفي والوصال. تقولين ارتحل، لا بل تعال. عبرت مفازة السنوات وحدي أدور، فلم أجد إلا الرمال. أنادي يا حياتي يا رجالي، ولكن لا حياة ولا رجال. صدى صوتي جمال الشمس صبحا، ومن ذا قد يدانيها جمالا. يا سلام. صدى صوتي ثمار يانعات، وشكل التين قد ملأ السلالا. صدى صوتي أنين الناي حزنا، أرجع فيه النات الطوالا. صدى صوتي أناشيد العذارى، وزينتهن إن رنت دلالا. وشعري في فم الجلى نشيد، يحرك في حناجرها الحبالا. ويرتقب الزمان سطوع نجمي، ليعرف عندها السحر الحلال. فصبرا يا حبيبي، إن نفسي على علاتها تهوى النضال. فصبرا يا حبيبي إن نفسي على علاتها تهوى النضال. إذن أنت ترسم الطريق، ولا عودة إلا بالعودة إلى النضال حتى تسترد الحقوق وتستعاد يا باهر. الرسالة إلى الأرض التي لا تنساها الوطن، والوطن الذي لا بد أن يعود يوما ما، وإن هجرت عنه مكرها لا
راضيا، ماذا تقول في هذه الرسالة؟ رسالة إلى الوطن، إلى الأهل، إلى أولادي، إلى معارفي، إلى كل من يعرفني ومن أعرفهم. رسالة إلى نفسي، وهي يعني على طريقة القصيدة. تفضل. وعين الله ساهرة علينا، وجل الله في الصنع البديع، وقدر للأنام هدى ورزقا، أنلجأ في الحياة إلى الوضيع؟ لا والله. أيذبل وردنا والعمر طفل، وينسدل الخريف على الربيع، ولكننا نفتش عن حياة لنا في عالم الفكر الوسيع. وهذه الأرض، أقصد الكرة الأرضية، الكوكب، وهذه الأرض لا لنموت فيها، ولكن عيشة الشرف الرفيع. ويا وطني، أحبك مطمئنا كلون الماء في أحلى سطوعي، فلي فيك الطفولة والصبايا وآلام الشباب وبعض جوعي، ولي فيك القصائد والمرايا ووجه حبيبتي وندى الربوع. سلام الله يا وطني وأهلي، سأنشد بينكم لحد الرجوع بإذن الله تعالى. سلام الله يا وطني وأهلي، سأنشد بينكم لحن الرجوع، وحتما إن شاء الله هذا اللحن سيغنى بألسنة الصادقين والصادقات، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يقول قريبا، أو أن يكون قريبا. يا باهر سليمان الشاعر السوري الجميل، انقضى الوقت. شكرا جزيلا لك على أي حال. شكرا لكم أستاذ، أبدعت وأمتعت، وإن كان الدمع حاضرا بيننا في هذه الحلقة إلا أنه دمع صدق يحملك إلى الوطن الذي تحب، وحتما مثل هذا الصدق لن ينسى وسيصل إلى من يؤمنون بهذه القضية ويعملون من أجلها وهم كثر. شكرا جزيلا لك شاعرنا أستاذ باهر. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل نلتقي وإياكم إن شاء الله رفقة شاعر جديد. دائما كونوا في أمان الله.